متابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم عبر قناه وجريده المغرب العربي بريس من هنا من مدينه فاس. ونحن مقبلين على الاستحقاقات المقبله، ونظرا لما تعانيه مدينه فاس من مشاكل في جميع المجالات، هناك من قرروا الخروج من صمتهم. هدفهم الاساسي التغيير والنهوض بمدينه فاس العريقه بعيدا عن المصالح الشخصيه. نعم، مجموعة من الطلبة المثقفين والباحثين في سلك الماستر والدكتوراه، بعدما لقيت مبادرتهم تفاعلا واستحسانا كبيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع فيديو تدعم أحد الكفاءات العلمية، شخص آمنوا به لتدبير الشأن المحلي بالعاصمة العلمية والروحية. فهل يا ترى ستمطر سماء فاس بعد سنوات عجاف؟ وحنا كنتواجدوا الان في وسط الشباب ديال مدينه فاس اللي بالفعل كنفتخروا بالطاقات اللي عندنا في هذه المدينه هذه. اذا اول سؤال كنوجه للمجموعه، شكون انتم؟ حنا مجموعه من الشباب وطلبه جمعتنا الكليه لمده 5 سنوات. كاين فينا اللي جا مباشره من البكالوريا، وكاين فينا اللي دار ولادو وضحى باش يكمل المسيره الدراسيه، وكاين فينا اللي خدام وتقاتل باش يكمل هذه المسيره الدراسيه. وهاد الفتره هذه اللي دوزنا مع بعضياتنا تعرفنا وتكاملنا، وبقات هاد الثمره ديال التعارف ديالنا حتى لدابا. سنه من بعد سنه لقينا راسنا كنشتركوا في مجموعه الهموم، حب العلم، حب الوطن، رغبه في الاصلاح، رغبه في مد يد المساعده للمحتاجين. حتى كملنا الماستر جميع وصلنا لواحد المرحله كتاهلنا نخرجوا هاد الهموم لارض الواقع ونشوفوا شنو ممكن نقدموا لهذا الوطن بصفه عامه ولمدينه فاس بشكل خاص. كيفاش جات هذه المبادره؟ بين الاساتذه اللي قررونا وخلاو البصمه ديالهم فينا الدكتور حميد فتاح، قرينا عنده مجموعه ديال المواد، علم السياسه، الفكر الاستراتيجي، الفكر السياسي، ومن بعد قدرنا اننا نفتحوا العينين ديالنا على الوقائع السياسيه ونفهموا بزاف ديال الاحداث اللي كاينه في الساحه الان. منين عرفنا ان الاستاذ فتاح تم التنصيب ديالو منسق لمدينه فاس باسم حزب الاستقلال، الحزب العريق، اللي فاس كتعتبر هي المدينه المعقل التاريخي ديال حزب الاستقلال. امام هاد الاغراءات اللي هي كتعرض على جميع المنسقين في هاد الفتره هذه، استطاع الاستاذ انه يتجاوز هاد الوضعيه هذه. هادشي كله بالمعرفه ديالنا ليه، الرصيد المعرفي والعلمي في المجال السياسي، شفنا ان خصنا ندعموا هذا الرجل هذا لانه رجل المرحله، وهو افضل من يمكن يقود مدينه فاس للافضل. الدعم ديالنا لهذا الرجل ما جاش بناء على المصلحه او العاطفه، ولكن بناء على مجموعه من الاسباب الواقعيه والموضوعيه. شوف، بصراحه مع ابناء فاس وبتصالح مع الذات وبرغبه في الخير ونيه في الخير وبواقعيه، احنا هذا الرجل هذا دعمناه لسببين رئيسيين. اولا الكفاءه العلميه، بالرغم ان هذا الرجل هذا ولد خرج من رحم الشعب، ولد اسره بسيطه، الا انه قرا وكافح وصل اعلى مراتب العلم، وتخرجوا على يديه اطارات كبيره في الدوله هي اللي كتشهد لي حاليا. فإلا احنا ما دعمناش هذا الرجل هذا بهذا المستوى هذا وخرج من رحم فاس، شكون غادي ندعم وشكون غيستحق يقود هذه المدينه هذه؟ ثانيا الخبره السياسيه الميدانيه، فالرجل مطلع على احوال السياسه، على احوال مدينه فاس اللي ما كتفرحش، اضافه لانه رجل اقتصاد وقانون، يعني غادي يعرف يدبر على الهموز لمدينه فاس ويدور الحركه وتزدهر الامور ان شاء الله. ومن هذا الشيء كله كيف ما دعمنا هذا الرجل وقفنا معه وثقنا به في هذه المرحله، الى ان شاء الله صار عمده لمدينه فاس غنكونوا كذلك متابعين له وعين رقيبه ويد الشباب وسكان مدينه فاس، ولا دار ما دارش خدمته غنتابعوه بنفس الشكل وغنوقفوا في طريقه. تلقيتوا مجموعه ديال الانتقادات اللي كتقول انكم دخلتوا لهذه الحمله هذه من اجل المصالح الخاصه ديالكم وعندكم اهداف وصوليه، شنو الرد ديالكم؟ امر عادي متوقع، كاين اللي كيقول اننا كننتميو للحزب، كاين اللي كيقول ان عندنا مصالح ماديه ومعنويه، لكن حنا واعيين ان طريق الاصلاح والتغيير عامرة بالأشواك، وظهورنا حاليا معرض السهام، هذا الشيء هذا كيعطي المبادرة والرؤية ديالنا طابع الواقعية. نبغيو نوضحوا أن دعمنا للدكتور حميد فتاح دعم لا مشروط وموضوعي، ومآمنين به بأنه عنده القدرة باش يغير من الوضعية ديال المدينة للأحسن وبواقعية وماشي بمثالية.
لأن خير من استأجرتم القوي الأمين. شنو النظرة ديالكم للواقع السياسي في البلاد ديالنا بحكم أنكم شباب؟ باعتبارنا شباب هذا الوطن، كنشاكو المواطنين رأي ديالهم تجاه الواقع السياسي اللي هو واقع مزري ما كيفرحش وكيشعرنا جميع بالإحباط. لكن ما خصناش نستلموا لهذا الواقع هذا ونبقاو مكتفين يدينا، كاين سياسيين فاسدين وكاين سياسيين غير فاسدين ولكن غير أكفاء، وكاين سياسيين غير فاسدين وأكفاء وشرفاء. هاد الناس هادو خصنا ندعموهم ونوقفوا في جنبهم. باعتباركم شباب، واش غادي تساهموا في تجويد الوضع السياسي خصوصا بمدينة فاس اللي كتنتميو ليها؟ حقيقة سؤال جيد. اي واحد فينا كيشوف راسه بانه يقدر يقدم شي حاجه لهاد المدينه خصو يتفاعل وخصو يكون في المكان ديال المسؤوليه. حزم طبيعه الحال الا انا تراجعت وانت تراجعتي والاخرين تراجعوا، غادي نعطيو فرصه اللي ما صالحش انه يكون في المقدمه. حاليا حنا كنشتغلوا على المجال الفكري والثقافي باش نرجعوا الاشاع للمدينه ديالنا، هو مشروع يعني في طور الانجاز. اللي عنده شي افكار وبغى ينضم لينا مرحبا به. للتحزب حنا ما محزبينش هذه اللحظه هذه، ولكن مستقبلا ان شاء الله الا شفنا المدينه محتاجه لينا وشفنا راسنا قادين نكونوا في المكان ديال المسؤوليه، علاش لا. رسالتكم للشباب بمدينه فاس خاصه ولشباب الوطن بصفه عامه: صلحوا مدينتكم ووقفوا مع رجالات هذه البلاد، كونوا قدر المسؤوليه، كونوا في الموعد. الا تخليتوا نتوما كشباب على هذه البلاد وعلى هذا الوطن، شكون اللي غيقدم يد المساعده؟ نتوما هما القلب، نتوما هما الساعد، نتوما اللي خصكم تكونوا رجال الواقع واللحظه والمستقبل من اجل هذا الوطن، من اجل هذه المدينه، من اجل هذا التاريخ ديال هذا البلد. شباب فاس قادم، والخير في ناس فاس ورجال فاس قديم ومستمر. فلذلك دعوه لشباب فاس ولكل ساكنه فاس انها تنخرط وتنضم لنا كطاقه شبابيه بمبادرتها الشخصيه أو بمبادرتنا، باش نشتركوا نفس الهدف اللي هو إعادة الحياة والروح والدماء والبريق والإشعاع لمدينة فاس، ليس فقط على المستوى الوطني لأن تستحق هذا الشيء، بل على مستوى العالم.